نعم، يعني لليوم الثاني على التوالي تواصل إسرائيل من عملياتها البرية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث الدبابات الإسرائيلية توغلت إلى عدة محاور في المناطق الشرقية للمدينة والمناطق الشمالية الشرقية لها، بدءا من منطقة تعرف باسم دوار العلم في منطقة بني سهيلة شرق المدينة، بالإضافة إلى تمركز الدبابات في منطقة تعرف باسم السطر الغربي غرب وسط مدينة خان يونس من الناحية الغربية، بالإضافة إلى تمركزها وتوغلها بشكل موسع شمال المدينة وتحديدا في منطقة القرارة التي تحاصرها من كافة الاتجاهات. خلال الليلة الماضية كانت هناك اشتباكات ضارية وعنيفة بين هذه القوات وبين الفصائل الفلسطينية، لا سيما كتائب القسام وسرايا القدس التي خاضت اشتباكات عنيفة مع هذه القوات، والتي قالت بأنها أطلقت عليها العديد من القذائف وباتجاه هذه الدبابات والآليات المتوغلة والتي تحاول التقدم إلى هذه المناطق المذكورة، وهي السطر الغربي وبني سهيلة والقرارة. بخصوص القرارة، هي المنطقة الأكثر سخونة والتي تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات والفصائل، والجيش الإسرائيلي يطبق حصاره على بلدة القرارة، بالإضافة إلى عمليات تجريف ينفذها في المنطقة الغربية منها والمنطقة الشرقية. وحتى هذه اللحظة ونحن نسمع أصوات الاشتباكات، خاصة أن الدبابات التي تتمركز عند محيط دوار العلم شرق بلدة بني سهيلة هي قريبة من المكان الذي نتواجد فيه، فلذلك بين الفنية والأخرى نستمع إلى أصوات الانفجارات والاشتباكات، وفي ظل محاولات الجيش الإسرائيلي التقدم إلى عمق هذه المناطق التي تم التمركز والسيطرة عليها بعد أن نفذ حزام ناري قبل عملية التوغل البري. الجيش الإسرائيلي وصل إلى هذه المناطق بعد أن قام الليلة الماضية أو الليلة قبل الماضية بتنفيذ الأحزمة النارية في هذه المناطق، ووصل إلى أطرافها، وفي هذه اللحظات كما ذكرت يخوض اشتباكات عنيفة بين الفصائل والجيش الإسرائيلي. هذا بالتزامن مع استمرار القصف المتواصل على المدينة والذي لم يتوقف طوال الليلة الماضية في المناطق الشرقية والغربية منها، حيث ارتقى أكثر من 70 شهيدا خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 100 جريح وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، بالإضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوب المدينة. هذا كله يتزامن مع استمرار محاصرة الجيش الإسرائيلي لمنطقة مخيم جباليا شمال القطاع. في ساعات الفجر الأولى نفذ الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق بلوك كامل في المخيم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بحسب المصادر المحلية، وهناك صعوبة في الوصول إلى الانتشال هؤلاء الجثامين نظرا لمحاصرة المخيم، بالإضافة إلى عدد قليل من سيارات الإسعاف التي ما زالت تعمل في شمال القطاع. أيضا كان هناك مجزرة في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء بحسب أيضا مصادر طبية إلى نحو 20 شهيدا. كل ذلك يأتي في ظل أيضا محاصرة الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل شمال القطاع. وبحسب مدير عام وزارة الصحة فإن هناك أكثر من 100 شهيد داخل المستشفى لم تتمكن الطواقم الطبية من إخراجهم من أجل دفنهم، والمستشفى بات يعاني من نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، وأن كافة سيارات الإسعاف التي تعمل تحت إطار هذا المستشفى
قد نفد الوقود لديها وغير قادرة على الخروج لانتشال المصابين أو الشهداء الذين يسقطون بفعل تواصل هذه الغارات المتواصلة على قطاع غزة. أيضا بالتزامن لو تحدثنا هنا في مدينة خان يونس والذي تشهد منذ الجمعة الماضية وحتى هذه اللحظة قصفا جويا وتوغلا بريا، هذا الأمر أدى إلى نزوح الآلاف من المواطنين من مدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع في المناطق الغربية لمدينة رفح. الآن عدد كبير من العائلات الفلسطينية، يعني ما هي الخيارات أمام هؤلاء؟ هل فقط النزوح إلى مدينة رفح أم هناك خيار آخر؟ ربما يعني زميلي العمليات البرية يعني عندما تركزت في شمال القطاع طلب الجيش من السكان يعني التوجه نحو مناطق الجنوب، الآن وهو يحاول التوغل في مناطق الجنوب، يعني أين سيتجه هؤلاء المدنيين في هذه الحالة؟ يعني مدينة رفح هل هو الخيار الوحيد أمامهم أم هناك خيارات أخرى؟ يعني حتى الآن هو مدينة رفح هي الخيار الوحيد لكافة سكان قطاع غزة. يعتقد السكان بأنها آمنة كما كان يقول الجيش الإسرائيلي عن مدينة خان يونس بأنها آمنة، ولكن منذ بدء الحرب وحتى هذه اللحظة لا مكان آمن في قطاع غزة بفعل الغارات. ولكن الآن الفلسطينيون يعني في ظل يعني ربما نستطيع القول بأن الهجوم على مدينة رفح أقل نسبيا من خان يونس أو من غزة أو من الشمال، لذلك السكان الآن يعتقدون أن المناطق الغربية لمدينة رفح هي أكثر أمانا، ولكن ماذا بعد مدينة خان يونس؟ هذا السؤال الذي منذ عدة أيام والجميع يطرحه ويتساءلوا ماذا بعد مدينة رفح؟ هل نفذ الجيش الإسرائيلي توغل وعلى غرار مدينة خان يونس والشمال؟ ما هو مصير هؤلاء الفلسطينيين؟ ولكن هم الفلسطينيون يقولون نحن الآن الخيار الوحيد أمامنا هو مدينة رفح. ولكن بالأمس عندما سألت عدد منهم ماذا بعد رفح قالوا لا نعلم ونعتمد على الله ولا نعلم. الجميع هنا ينتظروا مصير مجهول في ظل هذه الحرب، حرب الإبادة التي طالت كافة أبناء الشعب الفلسطيني. هنا الأوضاع الإنسانية في مدينة خان يونس والأوضاع المعيشية لا يمكن وصفها، كارثية بمعنى الكلمة. لا يوجد الآن يعني نتحدث عن نفاذ كافة أنواع السلع الغذائية، الخضروات. خلال فترة الهدنة شهدنا بعض أنواع من الخضروات التي تمكن المزارعون من جلبها من المناطق الشرقية إلى مدينة خان يونس، لكن الآن بفعل التوغل البري في المناطق الشرقية وحالة النزوح الكبيرة في مدينة خان يونس والتي بدأ منها الناس الآن يتجهون إلى رفح، فنفذت كافة أنواع الخضروات. المياه تكاد يعني شحيحة جدا، لا غير متوفرة، الكهرباء غير متوفر. إذن أوضاع صعبة للغاية يعيشها الفلسطينيون في كافة محافظات قطاع غزة. مدينة خان يونس هي الآن محاصرة منذ اليوم الثاني لانهيار الهدنة، وهي محاصرة من الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية، والجيش الإسرائيلي يركز عملياته الآن في هذه المدينة ويقول ويصرح بأنه سيصعد وسيزيد من عمليات التوغل البري، والجميع هنا لا يعلم كيف سيكون هو مصير الأيام القادمة. الآن نسبة كبيرة من الفلسطينيين هم يتواجدون غرب المدينة وفي محيط مستشفى ناصر، الذي أيضا تعرض بالأمس إلى محيط مستشفى ناصر إلى سقوط قذائف بجانبه، وهناك الخشية داخل النازحين بالمستشفى أن يكون خلال الأيام القادمة أن يتم اقتحام هذا المستشفى من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على غرار ما حدث في مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع. لذلك هنا حالة من الخوف، حالة من الرعب تنتاب صفوف المواطنين. بعض النازحين والعديد من النازحين داخل المستشفى لا يفكرون بالخروج لأن لا يعرفون إلى أين سيتجهون، خاصة أن هناك حديث بأن يقول مدينة رفح مكتظة بالسكان ولا يوجد أيضا بها مقومات حياة، فيقول نحن ورفح سويا، فلذلك نبقى داخل المستشفى
ولا نعلم ماذا سيكون مصيرنا، هل سيتم اقتحام المستشفى كما ذكرت على غرار مستشفى ناصر الشفاء أو مستشفى عبد العزيز الرنتيسي. لذلك الأوضاع الميدانية متوترة، الأوضاع تتدهور كل دقيقة، كل دقيقة تمر على سكان مدينة خان يونس فهي أصعب من الدقيقة التي نسبقها، والجميع هنا في حالة يعني خوف. نعم زميلي عامر، يبدو أننا نواجه مشكلة، سنكتفي معك بهذا القدر من المعلومات. كان معي من غزة مراسل اليوم عامر الفرة، أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات.